السلام عليكم الاخوان الاخوات، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بكم معنا في هذه الرحله اللي غادي تكون ان شاء الله رحله شيقه، رحله مثيره من اقصى الشرق المغربي بمدينه بركان الى الشمال ان شاء الله، نديرو حتى لتطوان باذن الله. رفقه عمي عبد الله شيخ الرحاله، بقياده عمي عبد الله شيخ الرحاله، مرحبا بكم ونسالكم الدعاء. ما تنساوناش بالدعاء الاخوان. دوك غادي نديروا الانطلاقه ديال هذه الرحله هذه اللي تكون مثيره ان شاء الله من مدينه بركان، وبالضبط في المعلمه ديال مدينه بركان، برتقاله بركان امام عمله اقليم بركان. من غادي تكون الانطلاقه ان شاء الله، غادي نديروا عمي عبد الله ان شاء الله العروي قصيطه الانطلاقه، العين الحمراء غادي نديروا واد سد اسفالو، ومن بعد غادي نطلعوا للشمال انت هنا تطلعوا للقمه الجبل اساكن اساكن وسره وثما نديروا شفشاون الوادي افرطن واد القنار، وغادي نوليو ان شاء الله على الساحلي من تطوان حتى للسعيديه ان شاء الله باذن الله. وغادي تكون رحله مشوقه ما تضيعوا بها حتى لقطه ان شاء الله. ان شاء الله على بركه الله الاخوان، الموتور ديالنا هما راهم واجدين، لا موتور ديال الشيخ اللهم بارك وزيد في ذلك، لا موتور ديال الشيخ هو هذا بارك الله ما شاء الله، بربي وصلنا على خير ولا خير وبخير، وردنا على خير وبخير. لا موتور ديالي عاود كذلك هو راه طري، السيكان كلشي راه هنا واجد، نطلبوا الله يوصلنا على خير وبخير. زدت لكم هذه الرحله هذه، هذه الكاميرا هذه 360 درجه باش تكون الجوده ديال الفيديو والصوت رائعه ان شاء الله. من مدينه بركان اللي منها هي على بركه الله، نمشيو نديروا ليسونس في البومبا ستاسيون ونشدوا الطريق ان شاء الله. ان شاء الله نركبوا الكاس ونشدوا الطريق ان شاء الله. بسم الله الله وصلنا على خير. نعم عمي عبد الله، ان شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله على بركة الله. برتقالة بركان نديرو ليسونس. امين نحفظك عمو، دير لنا واحد البلان ان شاء الله على بركة الله. نديرو مليحة بعدا. واه البلان راه جيعانة. هادي عندها واحد لا لا واحد 11 لتر اللي تهزو له. هذا يشرب به. هذيك داروا لها الريزور لاصق مع الكذا. واه شويه مزيان. ولكن هذا كل جهد يطلع. ايه لا كيف حالها هذه؟ لا عندها العرق. واه واه الله يسهل لك الامور والله يعاونك حتى انت في هذا العمل هذا. شحال جابت؟ 15 و300 153 درهم. بسم الله. ايوا الاخوان هذه هي الرحلة من هنا بدات مدينة بركان. خصنا نعطيك 3 دراهم. كاين اهو. فيها الدواء. ان شاء الله. تحوس راه في الدواء العنس. ايوا نطلبوا ربي يوفقنا ان شاء الله. داك الشيء اللي كاين. عمو خليناك على خير. اييه تلقاو هذه. الله يسهل لك الامور. الله يسهل عليك. مع السلامة. الله يهون عليك. امين جميع ان شاء الله. انت الله يسهل لك الامور. الله يعاونك. مع السلامة. الاخوان على بركة الله، دوك غادي نشدوا الطريق ان شاء الله. واهم حاجة اهم حاجة اللي خاصنا نديروها هو دعاء السفر. دعاء السفر ولا بد منه. مع كل الافات نطلب ربي يحفظنا ويحفظ الجميع ان شاء الله. بسم الله. الله اكبر. الله اكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. على بركة الله شدوا الطريق إن شاء الله. المدينة اللي تزادينا فيها وكبرنا فيها، المدينة العزيزة على قلوبنا، طلبوا ربي يردنا بخير ولا خير. المدة ديال الرحلة الإخوان غادي تكون 15 يوم إن شاء الله، 15 يوما بإذن الله. طلبوا ربي إن شاء الله يدينا ويردنا بخير ولا خير، وغادي تكون رحلة مثيرة إن شاء الله بإذن الله. دوكا غادي نشدوا الطريق إن شاء الله مباشرة العين الحمراء، غادي نفوتوا ديريكت للعين الحمراء، كندير الريضو في العين الحمراء
نصوروا تما ان شاء الله، نديروا واحد نتغداو تما باذن الله، ومن بعد غادي نشدوا الطريق في الطريق بحال غادي نكونوا غادي نسد اسفالو، السد اللي معروف وطنيا وحتى خارج البلاد الناس راه كيجيو من برا، يعني منطقه سياحيه. قبل الوات اسفالو غادي ندير واحد المبيت ان شاء الله، المبيت الاول غادي نشوفوا شي بلاصه فين غادي نباتوا باذن الله، ونكملوا الطريق ديالنا حتى لتطوان باذن الله، وغادي يكونوا مناطق سياحيه رائعه اللي غادي نبارطاجيوهم معكم. وطلبوا ربي يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله، وما تنساوناش بالدعاء ديالكم الاخوان، الدعاء ولا بد، والله يسهل الامور الجميع ان شاء الله. وانا حنا كنتواجدوا في سلوان اقليم الناظور، حنا في السنتر ديال سلوان، احنا مازال نتواجدوا في اقليم الناظور، مسجد بدر هو هذا، هنا كاين مطاعم الى اخره، وهذا السنتر ديال سلوان. ومن بعد ان شاء الله غادي نخرج نمشيو للعروي دريوش، وان شاء الله من تما نفوتوا القسيطه وغادي نهودوا لتحت باش نطلعوا للحسيمه، غادي نهودوا العين الحمراء ان شاء الله، نعلي من كاين من ليليا وكاين الناظور سلوان زنغن من هنايا، مطار العروي دريوش من هنايا. حنا ها نحن في العروي اقليم الناظور، هذا هو العروي، مساحه خضراء كاين هنا في الدخله دايرين هذا الغاز وهذا هذا الجرده، وهنا في العشيه كيكونوا هنا العائلات يتجمعوا هنايا، كيكون هنا كيديروا دوك الموتر ديال الاطفال دوك الكواد يديروهم هنايا في هذه الساحه، هذه كتكون ديما مروجه مع العشيه هنا في العروي، ساحه كبيره متنفس ديال المدينه الله يبارك، زينه دايرين هنا في الدخله مخير، مساحه خضراء. هذا هو المدخل ديال العروي، احنا عاد في السنتر ديال العروي، العروي في هذا الشارع طويل اللهم بارك وواسع، يعني حتى في سيركلاسيون مخير، شوير طرقي كلشي مريقل، والتاكسيات اللون ديالهم ازرق. وعمي عبد الله هو الحمد لله الزر ديالنا في ستوبات، ما كانش ستوب اللي خطينا عمي عبد الله، ستوبات معلم معاهم هذا النهار يا ستوبات لقيناهم حمر. عمي عبد الله شيخ الرحالة يان اي تي في. ها هو الاخوان مركز تيستوتين، رحنا في تيستوتين درك، هذه هي تيستوتين يا الاخوان اقليم الناظور، مسجد الطريق على الشارع كي سميتو مسجد التقوى، الله رزقنا التقوى. والان رحنا وصلنا لاقليم دريوش جامعة مطالسة، درك خرجنا من اقليم الناظور ورحنا داخلين لاقليم دريوش، الاشغال ديال الطريق السريع راهم غادي يديرو هنايا لوتوروت من كرسيف ل الناظور، الاشغال ديال طريق السيار الناظور كرسيف، هذه طريق مؤقته الاشغال على قدم وساق الله يسخر. مي عبد الله موالف كيجي من هنايا سبق له جا شحال من مرة ودارها بالبيسكليت دارها بلا موطو الله يبارك، قال لي يعني شحال ماشي بزاف يعني ماشي بزاف، قال لي راه كانت ديوا مخمطرة هنايا، قال لي هاد الجبال هادو كيف كانوا يبانو. ايوا نطلبوا الله في فوتو قسيطة نتلاقاو تما الخضورية ان شاء الله. هذه هي مدينة دريوش، ندير لكم لقطات نوثقوا هاد اللحظات هادو حنا كنعيشوهم، والواحد يستمتع بالطريق ماشي ضروري حتى النقاط اللي حنا متراسينهم يعني المناطق السياحية، في اهل الواحد راه غادي خصوصا كي تخرج للمدينة، كاع المدينة يعني مغاديش يكون عندك واش غادي تشوف ولا شي حاجة اللي تستمتع بها. هنايا كاين اي لوف يو دريوش الله يبارك.
هذوك اللي لهيه هذوك الجبال هذوك اللي راهم يبانوا الاخوان راهم يكونوا يبانوا شويه بعيد. هذوك قال لي عمي عبد الله ديال تمسامان تمسامان ومن موراهم كاين الحسيمه جبال تمسامان. دودان وا دودان الدريم بحال القبور. هذه هي ميدار الاخوان. هذاك هذيك الهضبه راه ليه فيها الله الوطن الملك. دوك حنا في السونتر ديال ميدار يعني واحد الملعب هنايا ملعب القرب ميدار كاين فيها الرواج هنايا في السونتر ديال ميدار جماعة ميدار هي هذه اللي من ديالنا. من موراها كاين هاد الهضبة اللي قلت لكم عليها. يبقى واحد الهضبة الفوق ديال تما داك الشاطو ديال الماء وكاتب تما الله الوطن الملك. ودروك غادي نخرجوا من ميدار ان شاء الله في اتجاه قسيطة. هذا هو اللي كاين الاخوان. خليكم مع البقية ديال الفيديو تعيشوا معنا هاد الاجواء. نقول لكم الاجواء اللي كنعيشوها حنا اللي تعيشوها معنا. في انتظار نوصلوا للمناطق السياحيه. هو راه هذا النهار هذا غادي تكون يعني الفيديو غادي يكون غير ديال الطريق لحقاش ما غاديش نوقفوا بزاف حتى ما بيت الاول يعني من بعدو غدا لهذا غادي يبداو المناطق السياحيه وبلاصه الخضوره ان شاء الله. اليوم الاتجاه ان شاء الله غادي يكون ديريكت العين الحمراء. نفوتوا العين الحمراء نباتوا الصبح عاد غادي يبان ما عاد بداو المناطق السياحيه. ندير واحد البوز درك في الخرجه ديال الميدار ندير واحد البوز خفيف. كاين شي عين ديال الماء من عبد الله كاين عيون كانوا هنا الساقات شي هذا كان يثير هذيك العين يوست هذا يمكن حاسي موتور هذا يمكن وا كانت العين تخرج بوحدها بصح هذا الحوار بزاف اللي دابا انا درنا كاسكو كي جينا البسكويتات المره التاليه العين العين حمر وا وا هذيك بصح اللي قلت لك هذا درت القيل ولا تما ماشي هذه الرحله الرحله الزوجه هذه راجل بغاتو نجيب لها واه واه واه. في قسيطة قسيطة الاسم ديالها تسمات بهذا الاسم هذا نسبة كما نقولوا بيت صغير باللغة الإسبانية بحال نقولوا لا كاسا. وهذه قسيطة قسيطة كانت سميتها قسيطة ومع المدة تحولت ولات سميتها قسيطة بالقاف. هي في الأول كانت متسمية قسيطة لأن هذه المنطقة هذه كاملة ديال الريف كانت مستعمرة من طرف الاسبان. اسبانيا اللي كانت مستعمره هذه المنطقه هذه من هنا يعني من واد ملويه اللي هنا كانت اسبانيا اللي مستعمرها ومن الواد ملويه لهيه اقليم بركان اقليم وجده هذه كانت مستعمرها فرنسا. دوك حنا كنتواجدوا في السونطه ديال القسيطه وغادي نمشيو نشدوا الطريق ان شاء الله غادي نشدو الطريق ان شاء الله العين الحمراء باذن الله. نشدو طريق تازا هنايا نشوف العين الحمراء الله يبارك. هذه هي قسيطة. اضرب الاخوان بدينا في العقبة وبدينا في الفيراجات اما كان غير الجبال ضرب. دوكا حنا كنتواجدو في اقليم تازا هذه الجبل العقبة والفيراجات ولكن مع الأسف مازال ما نوصلو للبلاصة اللي زينة فيها الخضورية والطبيعة زينة. أما كاين غير العقبة دفيع الله يلا عمي عبد الله باز صحة البسكليت حمر البسكليت قال لك مازال عاد لك بعد يا ذاتي الله يحسن لها باش تطلع البسكليت هذه تشدها كامله راه ماشي ساهله راه هذا في البدايه ديال العقب. هنا الاخوان كاين معارجات خطيره في هذه البلاصه هذه. واحد حنا كنزيدو نطلعو في العقبه كنطلعو للجبل الدعوره بدات مزيان
بالنسبه للجو كاين كتحس بالبروده، الريح كاين صوت بارد، وحتى الخضوريه راه بدات بلايص فيهم خضوريه، ولكن فيراجات خطر. انا ما حددتش راسك فيراجات قاسيه صراحه، خصوصا اللي يكون هاوي بحال حنا دوك رحنا طالعين، يعني كما نقولوا السرعه راه مفروض عليك ما غاديش تجري لحقاش تعقبه، ولكن اللي يكون هاوي يحذي راسو من هاد الفيراجات هادي صراحه قاسحه شويه هاد الفيراجات هادي اللي حداك. عرفت واحد اخرين فتناهم ما صورتهمش، ما تخرج عاد تبقى تلاهي مع الكاميرا تشعلها الى اخره. شوف فيراجات كي دايرين، فيراجات خطر. والعقبة العقبة ادفع الى فيك ما تدفع العقبة ما نهضروش عليها. فيراج في فيراج في لصق فيراج، فيراجات على الجهد. غادي نضربو هاد النهار واحد 200 وشي حاجة ان شاء الله، وغير طريق يعني ما وقفناش، ما وقفنا هنا بوز، ولكن ماشي ديك الوقف ديال ساعة ولا جوج سوايع، يعني 5 دقائق 10 دقائق ونكملو الطريق. تيزي وسلي، تيزي وسلي شكل ديالها بحال تافوغال كيما نقولو في اقليم بركان، منطقة جبلية، قرية سياحية كما نقولوا بحال هكذا، نقدروا نقولوا قرية سياحية، المهم منطقة غابوية. الطبيعة زينة عمي عبد الله هنايا. الريف هذا في الدار دوك احنا في جبال الريف. بويض كان خوض واه واخا هكذاك بس باقي عاد شوية ديال اللوز والقرقيع. اللوز والقرقيع قال لكم عمي عبد الله في هذه البلاصة. الحدورة الحدورة. درك المكان غير الحدورة، جبال الريف. الطبيعة اللهم بارك. الدعوة راه مخضرة هنايا. واخا يعني قبيلة كانت مخضرة أكثر ولكن حسن بلايص اخرين اللي شفناهم. عمي عبد الله قال لكم بلاصه القرقاع واللوز هنايا. اه عمي عبد الله منظر واعر هنايا صراحة. قربنا بالطريق ديرو بوز. الله يا رب الله غير نجريو. عمي عبد الله شحال حنا ضاربين؟ 191 191 كيلو متر حنا ضاربين 191. تبالي الفلاحه عندهم مليحه من هنا شويه. واه مخدره القضيه. الكورطان والزرع راه محصلهم. واه واه يبس وقيتو. واه ان شاء الله نديرو شي لاسيست واحد ربع ساعة ان شاء الله ونشدو الطريق. ها العوين نشوفو البرد كي داير وبارد القضية هنايا. الله يبارك. انا كيف كنا البسكيتات بقات فيا ما ريضناش فيها. ياك مي عبد الله راك درتها انت الله يبارك. بسكليت رجلين رجلين والله الا قاطعت بها الحمراء فوق الجبال تخرج قصيطه اللي هنا شويه. الله يبارك. الاخوان دوك غادي نقلعوا درنا واحد نص ساعه هنايا ودرك غادي نكملوا على الطريق ديالنا على بركه الله. حنا غاديين اتجاه العين الحمراء. راه حنا مازال كنتمشيو في وسط الطبيعه هذه، اشجار ديال اللوز. احفاري هنا شويه الطريق مدقدقه في هذه البلاصه هذه. نورمالمون منطقة سياحية العين الحمراء معروفة على الصعيد الوطني، نورمالمون خص تكون عندها الطريق مزيانة. هذه بعدا النظرة الأولى طريقها مدقدقة في هاد البلاصة هذه، قبيلة كانت مزيانة ولكن كي طلعنا لهنا الطريق شوية مدقدقة. شقق مفروشة للكيراء سلام يكريو هنايا. كاين طواجن كاين. الله يبارك اللهم بارك. العين الحمراء هذه هي العين الحمراء. شوفوا فين غادي نحطوا لي موطار باركينغ ونوليو. الطواجن على الجهد، اللحم، كلشي كاين. الله يبارك. هذه بلاصه زينه هنا.
او هذا الباركينغ هذا في الكراج مخير. الله يا رب. الموتور غادي نديرهم هنا، نديرهم رجلين ديال زوج بسم الله. ماذا بك الله يرحم والدين؟ بسم الله. الله يرضي عليك، شكرا. هذاك العمل خير كاع. وبهذا الاخوان نكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو الاول، الحلقه الاولى ديال هذه الرحله هذه. الانطلاقه كما شفتوا معنا وكما تابعتوا معنا كانت بمدينه بركان، وصلنا لهنا العين الحمراء ولا كما ملقبه بعين الرحمه، لان فيها شفاء كيقولوا الناس بلا ما كتشافي فيها، يعني مجموع الشافي هو الله، ولكن كيقول لك فيها الماء ديالها مزيان لمجموعه ديال الامراض. بهذا نكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه الاولى، وغادي نبداو ندير لكم فيديو اخر ان شاء الله هنايا في عين الحمراء ولا عين الرحمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، ما تنساوش تتبعوا معنا هذه الرحله كامله بالتفاصيل ديالها، داكشي كامل اللي غادي نعيشوه غادي نوثقوه ونبارطاجيوه معكم. يلا الاخوان السلام عليكم، حتى الحلقه الزوجه ان شاء الله. وغادي نبارطاجي معكم المعالم ديال هذه القريه، هذه قريه سياحيه، وكذلك فيها هذه العين هذه اللي قلت لكم الماء ديالها كيداوي مجموعه ديال الامراض. يلا الاخوان الاخوات السلام عليكم، حتى الحلقه الجايه ان شاء الله.